It's my second time doing it. في الدار دونك it rhymed. حتى راني كنشوفك بغيت ناكلو. It's somewhere if she suck. نحدو our goals ديالنا ديال رمضان. Let's do it all together. بزاف ديال goals كاينه religious goals. بحال كنصوب شي expose. الأولوية ديالي education. كيسولك كيفاش كنت كنقرا باش كنت في الباك في رمضان. Hello my daisies, كي داير لاباس عليكم؟ جاتكم فيديو جديدة و today's video هو هدف نبيل. تعرفو أنا وصلت لمرحلة في الحياة ديالي لأنني I have bad sleep schedule, I feel so bad, معرفتش علاش كنحس براسي not in a good mood. و رمضان على الأبواب. المهم رمضان مبارك سعيد, دخلوا عليكم الصحة والهنا. أصلا قبل ما يتحط الفيديو هذا يكون رمضان ديجا دخل. كيما قلت لكم المود ديالي خايب, I have bad sleep schedule, كنحس براسي ماشي productive, كندير والو في حياتي. هذا هو الاحساس اللي كنحس بيه في هذه اللحظه هذه. And we are here to fix it باش ندخلوا رمضان بصحه جيده وناويه نحدد الجولز ديالي ديال رمضان. المهم خصكم تعرفوا انا دابا تضمن الليل وانا يلاه قررت, طاحت لي الفكره في راسي في هذه الليل هذه وقلت if I don't do it now I'll never do it. فهمتوني؟ زعما اذا ما بديتش دابا راه ما غاديش ندير, حيتاش بحال هكا حنا دايرين البنات, عرفتوا؟ كطيحنا الفكره في راسنا اذا ما طبقناش فيك اللحظه راه عمرها ما تطبق. عندي هذه الليله هذه اليوم في الليل وغدا, هادو هما اللي حددت راسي عندي اليوم في الليل وغدا باش ندير all the things I want to do, all the preparations, everything, and I will take you along with me. Okay, without further هضرة غادي نبداو. اكثر حاجه كنديرها في انايا كي I will take a shower, هي الحاجه الوحيده اللي كتخليني في هاد اللحظه هادي I'll take a shower. ولكن when I want to take a shower غادي نصاوب ماسك لشعري, ماسك for my body, body scrub. Oh yes, so first thing we're going to do هنايا غادي نصاوبو ماسك for our hair. كنسي كاين الرغيف هنا, اجواء رمضانيه. ياس جلسل تو ار جوين تو نيد. غادي نحتاجو بول لبزار شويه. افتر ذات وي جوين تو تيك لسل. كنحاول ندير لكم زعما داكشي استاريك تشوفو كلشي. قولي اين استاريك فهاد الحاله ديالك نتي؟ هاد شويه ديال الماء يسخن. ادير شويه الماء يسخن في الميكرووند حيتاش ما عنديش الوقت ندير دايما القطر. انا كيما نتوما عارفين القطره ان اوردر تو باش الاسلم ميبقاش ولا لك ماشي هذيك الكلمه. Yes, this is how it looks. صافا هذا مبارك سعيد. تعيدوا وتعاودوا, تعيدوا وتعاودوا. لا لا ماشي عيد, سحيده في المونتاج, سحيده في المونتاج. رمضان مبارك سعيد, ان شاء الله تحققوا الاهداف ديالكم هذا رمضان هذا ويغفر لكم بذنوبكم. نتوما بلاصه جديده, حتىتكم بلاصتكم جديده. صافا 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 الاصدقاء. غادي نبداو شعري. ترارارارا ترارارا ترارارارا. صافا غادي نبداو في ماي هير ومخر. المهم غنحطو هاد الماسك هدا only in my roots. عرفتي مزيان الفرق العربية. وي ماشي ما كاينش خطة, ها كنبداو صافي من تحت الخطة. It's my second time doing it. ولكن غادي نديرو صافي. Oh my god, كاين شي جديد الحياة؟ حتى انا ما عنديش جديد, ديما عندي نفس الحياة عايشة, نتشوف كندير والو في حياتي. later on غدا بعدا ان شاء الله غادي نجلسو انصامبل ونحطو اهداف ديال رمضان. حيت عندي بزاف ديال الاهداف بغيت نحققهم سبيشال حيت جالسة في الدار دونك نسوني لو بويكوت هادشي. دونك عندي الوقت وغنكون بزاف ديال الاشياء بغيت نستغل هاد رمضان او ماكس. كيما شفتو درت هاكا في الجذور ديال شعري دابا باش ندوز لتحت. My hair is damaged for no reason. Literally, ما كندير ليه والو and it's damaged. The next thing I will do, غادي نستخدم هذا ديال الألترا دو. It rhymed. لاحظتها. Next thing I'm going to do, غادي نستخدم هذا ديال الألترا دو. غادي نرجع my hair, نخليه for ساعة بحال هكا, probably ساعة, حيتاش فين غنزيد أصلا دابا وقيلا ولا عشرة باش to take a shower. ريحه قبراته حلوه والو. اي دونت مايند اذا تسخ لي هذا على داكشي. اي لايك ندير قبو راسي. بوتي اي جاست ريلايزد واحد البلان انني علقت راسي فين تفلقت, بمعنى انني ام نوت هاف ان ذا مود ماشي بغيت ندوش دابا ممكن اي هاف تو, حيت صافي درت الماسك شعري. دونك بحال هكا بقاو تصدموا راسكم بعض المرات ديروا شي لعبات بحال هكا باش تسجوا.
واحده في شهري ما كاينش لا تنقول لا ما كاينش نقص الضرر. تخيل معايا دابا 11 what was I thinking. المهم دابا غنصاوبو باري سكراب. يس ويل نيد كوفي. سكار فين هو السكار؟ فين يقدر يكون السكار؟ والله اي لاف مام. بعد مرات كتاخد شي قرارات كتبدل بايز الاشياء وانا اصلا بزاف باش حفظت البلاصه الرئيسيه كنت تبدل لهم. ماما فين هو السكار؟ فين اللافابو في داك البلاكا؟ عجبت الى لافابو الى بلاكا كثاري عاد الاشياء. و when you want to use it خصك تزيد عليه شي باندوش. هذا راني كنشوفو كنبغي ناكلو عندي مشكلتي. I want to eat it. It looks so good. It smells so good. Look, not that much. كيما بحال الرملة. لا كيما بحال التراب. بحال التراب ديال المرشة. بحال التراب اللي كتصب عليه ديك أول شتا بحال هكا. Same light. I'm back. كي جيتكم بزاف حياتي. دابا ويلي شو هادي كديرها بحال هكا. That's weird. راه 12 ربع. Then using my creams. درت الشعر في هاد القطن هذا باش لعزز انه نشف شي شويه السلاح ديالي. I finished doing my hair. This is how it looks. مكيبانش الصراحه بالضبط. صبروا ويلي فاش ندير نوريكم. It's good isn't it. بزاف الناس باش شافوا لي شعري straight they were like شعرك straight is way better. بقاو تصايبيه وانا مكرهتش نبقى نصاوبو كل نهار. ولكن it's very tiring والله. انا شعري طويل وكثير و I'm like it's very tiring. دابا نصور راسي كنعيا و دابا نصابو في الصالون كيجيوني كيحرقو ليا شعري. دونك I'm like I like it this way. المهم كحسن تما الوسطية والاعتدال. I like it but at the same time is easier على الشعر straight. It's very tiring to me. Good morning everyone. It's a new day. It's a new dawn. It's a new life. The next thing we will do. غادي ندير بعدا غادي نجمع شعري بهادو. ما لقيتش ماتشين ما عرفت فين هو هما دوك اللي كنديرهم دائما. It's somewhere في شي صاك ولا في شي بواطا ولا في شي حاجة. المهم I don't know where. هادو اللي لقيت هاد اللحظة. المهم I'll do this. If you are wondering شنو هاد العباد اللي عندي هنا نظري أحباء العزيزين. باش كنت في طنجة طرت لي هاد اللعبة هادي. المهم طرت لي هاد الشي هادي طارت ليا. I thought it was nothing زعما عادي طارت ليا راه ماشي نهاية الحياة or something. و يوم ورا يوم يوم ورا يوم داز شهر this is what happened. اوكي دونك انا خصني نمشي عند لوبتيسيان نقاد هاد ياكو. واش هي will be able to fix it yes or no. باقي ما عرفتش اصلا. I'm procrastinating باش نمشي واخا راه هنا في الدار. بس المهم دابا we will go all together. غادي نمشيو للصالح حيت تما كاينه طابلة اكبر وغادي نحدو اول goals زعما ديال رمضان. Let's do it all together. وتنشوف ما كتبوا لي your goals ولا تانسبيرهم من الجولز ديالي تحلموا all together. First thing غنجبد الاشياء اللي I will need. المهم انا عاد بديت البال انه ما لقيتش شي تيشيرتات تما. هادوك علاش ما لقيت ما حيتاش كنشف بهم شعري و كنحطهم نشف بعد ما نصبرهم. I was looking for حاجه ولقيت حاجه اخرى. انا كنت كنقرب الاوراق بوايد عادي سامبل نورمال بحالي بحال كاع الناس. فاش خدتكم شحال هادي ما قرات دونك نزلت فين حطيت ورقة البويض. اي نو كاينه باكيه ديال الورق بويض معرفتش واش لهيه واش هنا وفين جات الله اعلم. وانا نلقى هادو في رحلة البحث ديالي. دونك اي ثينك غادي ناخد هادي وغادي نلقاها هكا و اول يوز وي بير. المهم ما عجبنيش اللون صراحة ما كيعجبنيش الوراق بالالوان مكتوب فوق النوم كيما عندنا ما نديرو ديال الحياة. المهم اي هوب ذيس انجل از جود. غتشوفوني انا غادي تشوفو ورقة ديالي قد السيم سيم. المهم انا كما قلت لكم كيعجبوش ورق بالالوان. يو هاف تو ديل ويز وات وي هاف. وعندي واحد الخوف اخر انني ما كيعجبنيش نصاوب شي حاجه بحال هكا و it doesn't turn out pretty زعما ما تكونش بشكل ديالها في الاخر pretty. كي بغيت نكون كلشي بيرفكت بغيت هاد الورقة هادي تكون احسن ورقة على وجه الارض من زمان. we'll try to do it. نحاولو نبداو بسم الله توكلنا على الله. جينا اليوم باش نحلو مشاكل حياتنا. بدا اول نوع. المهم عندي بزاف ديال الجولز. كاينه ريليجيوس جولز اهداف دينيه اهداف صحيه اهداف دراسيه اهداف نفسيه. ما عرفتش ام دو ريليجيوس حتى رمضان اوف كورس. ستريس اي دونت نو واي ام ستريس. يا ربي
كتبتي خايبه بس بحال اللي كنصوب شي اكسبوزي. المسطره الوحيده اللي لقيت في الدار مهرسه اخوتها ما كنتش كنقرا في كورس ما كنتش كنقرا مسطره بحال الناس. نبدا اول حاجه باهدافي الدينيه religious goals. المهم دوك religious الا تسولوني علاش كنكتب هادشي كله بلونجلي حيت كنحس براسي مرتاحه وانا كنكتب بلونجلي احسن. واخا عرفت هادشي هذا كامل كيفاش كنكتب بلونجلي مثلا فاش نقدر نعبر عليه كيجيني مور استاتيك والله اعلم. دوك اول religious goal ديالي اول هدف ديالي هو انني نصلي التراويح. ديما كنصليهم ولكن غير كنأكد على راسي انني خصني نصلي التراويح وما سكبيتش شي داي وما نعكسش عليهم. نقرا القران غادي نختم القران هو كل عام كنختمو ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش كندير لها كيكون عندي القرايه كيكون عندي الباك وكلشي واي فايند زين باش نختم القران. علاش؟ انا انسان كيعجبو القرايه دونك كنجلس كنتغشى داك الشيء دونك نختم القران. ما كانش صراحه نختمو جوج مرات واخا اراوند ثينك اي كان حيت عندي قدره واحده ومجرد تفكير انه عندي الوقت بزاف ما كنقدرش نبقى نقول اوكي باقي لي الوقت في رمضان باش نختمو زعما القران دونك ام لايك ما كنختموش جوج مرات كنختموها مره واحده قرات جوج احزاب في النهار وداك ليله القدر كنزاليهم كاملين. مالك شنو مطرا نوض يصلي الفجر مالك نوض يصلي الفجر عافاك ما تقدرش تشوف هاد الجولز هادو حتى لكم انني ما كنديرهم بزاف ماشي حاجه جديده في حياتي ولا لا هادشي راه كله كنديرو غير هو كنأكد على راسي باش نديرو. المهم هادو اللي تفكرت في هاد اللحظه هادي غادي نكمل الجولز الاخرين وبحال هكا نبقى نفكر الاخرين. دابا غادي نديرو دوزو لتاني اولويه ديالي اللي هي education. بالنسبه لهاد الصديق تنخريطو فيه نقرا الاس 2 ستادي الاس 2 اف يو كان طلي مره مره على اس 1 which is probably I won't do it. المهم غادي نحاول نركز على اس 2 نبداها بعدا واخا حنا باقي مبديناهاش في لافاك ام ويتن اننا نبداوها في لافاك باش نبداها وغادي نبداوها في رمضان في لافاك دونك غادي نبداها تا انا نتعلم السبانيوليه. راه مايمكنش راه من نهار من الصيف اللي فات وانا كنقول غنتعلم السبانيوليه وكنبدا وكنقطع كنبدا نهار كنقطع جوج كنقطع جوج شهور وكنبدا نهار عاوتاني كنقطع جوج شهور. مالك بغيت منك تقراي السبانيوليه بحال باش كنتي كتقراي الكوريه سو انتو كوريان لانجويج كنت نقراها كل نهار او كنت كندير بزاف الاشياء فورت ومالك بغيتك تحطي اول ذا انرجي بغيتك تحطيها في سبانيش عافاك يا ربي عافاك. تا هي مالك يو ستديت افري داي ان شاء الله عافاك جاست جيف ات تايم عافاك مالك شكي جاست جيف ات تايم اتليست تقراي في النهار شي حاجه شي لعيبه سواء فلاش كاردز شي حاجه. سبانيش از ايزير ذان كوريان وانا حيت كنفكر انها ات ايزير دونك ما كنعرف انها ساعف انها سهله بداك الشيء اللي تعلمته دونك ام لايك ما اي دزنت نيد انرجي وراه خصك تعطيها انرجي باش ديك سهله. تفكرت واحد ريليجيوس عاوتاني يقول عندي هو نصلي في الوقت انا كنصلي ولكن كنبقى نعطل فيها دونك براي اون تايم هادي مالك واخا سالي رمضان خصك تبقاي ديريها. غادي ندوزو دابا لماي هيلث حاجه مالك في الهيلث ديالك انك غادي تفرقي الصيام التمر والماء اوكي فرقيت الصيام التمر والماء بريك يور فاست التمر والماء اش كنت حشي فراسي كنكتب الماء كنسبها لشي حاجه ومن بعد كنشوفها كنقول اتس رونغ اصاحبتي ركزي معاها اتس هيلثير دونت درينك كوفي عليك دونت درينك كوفي عافاك ملي تفرقي صيامك يا عزيزتي العزيزه ما تفرقيش ويجيك النعاس وتفطري وداكشي تقولي اشرب واحد كويس ديال القهوه كتب دونت كافي يا ربي كتب دونت كافي ماشي دونت درينك كافي دونت كافي دونت كافي درينك الرياضة حبيباتي الرياضة ورك اوت بحال رمضان اللي فات حبيبة ورك اوت افري داي بحال اللي كنتي كديري العام اللي فات المهم العام اللي فات كنتي يو مور فوكست اون ذا ويت ولكن هاد العام هذا يو نو بلاريز وعندك تو بريكس اويك تو دايز تو ريست دايز اويك تو بس الماء تي ديما كتشربيها اصلا بحال لا والو عرفتو ماي فيفورت درينك من مور كافي هو الماء كنشرب الماء بزاف اي لاف ات زول ماي ديلي زعما كيفاش غيدوز نهاري ان شاء الله يا عزيزتي مالك يا ربي بغيت نكتب هنا يا عزيزتي باش ما ننساش هاد هادي اول حاجه مالك فيقي بكري راك واخا صايمه اي دازنت مين انك ما تفيقيش بكري دازنت مين ان نهارك خصو يضيع فيقي بكري هاد المره ما توش كنتو كتسناو مني فهاد الجولز هادو تكون كاينه شي ايت هيلثي كل الخضروات كل الفواكه
نو ما عاد لقاوش هنايا ما داكشي اصلا كنساوه في رمضان حتى رمضان ويحلاه وسليب ايرلي ويب سليب ايرلي ماشي بالضروره تبيع المهم فيق بكري ولكن واش نعسي بكري سوق هذاك حبي الاشياء اللي بغا ندير بغا نمشي نصلي الفجر في الزنقه زعما نصلي في الجامع راه نو اف اي كان ولكن غادي نحاول او ماكس دابا غادي ندوزو ماي جولز بالنسبه للسوشيال ميديا ديلي سكين كير عزيزاتي سكين كير اي جولز في السوشيال ميديا حاولي عملك تبوست في انستغرام تقريبا نهار اه نهار لا بليز تراي تحطي ريلز ديال نهار اه نهار لا ريلز ديالك غيكونوا موتيفيشنال حيت بزاف الناس كيعكزو يقراو في رمضان ولا مكيعرفوش الروتين اللي يقراو بيه في رمضان دونك بوست ريلز اه بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقولوا لي كيفاش كنت كنقرا في الباك بعد فكرت كيسولوني كيفاش كنت كنقرا باش كنت في الباك كيفاش كنت كنقرا في رمضان كنت قبل كنت هضرت على المهم فولو مي اون انستغرام راه كنبقى نجاوب على الاسئله بحال هكا حيت مابقاش جات ندير فيديو في يوتيوب باش نقول لكم جوج كلمات ديك اللي قبل ما نفطر بحال هكا بواحد ساعه ساعه ونص جوج سوايع كنت كنبقى نخدم ديزيكزارسيس بحال هكا داكشي ساهل طف طف ايزي ومن بعد الفطور عاد كندير داك المجهود الخارق ما كنتش كنسهر بزاف انا ما كنتش كنفوت الجوج مثلا بحال هكا حيت كنت كنلا غدا كيكون غنقرا دونك مجيتش نسهر المهم اول سي كانت ايزي حيت كان المهم وكم عمره باقي الوطن باقي ليكم 3 شهور تقريبا دونك تيك ات ايزي اون يور سيلف حاولوا تخدموا ولكن ما تجهدوش راسكم ولكن عاوتاني نتوما شوفوا واش يو كان ستادي واش كيعجبك تسهر في الليل واش كيعجبك تبقى سهران حتى اذن الفجر ولا العكس ولا شي اذن الفجر كتنوض كتصلي وكتنوض تقرا المهم تجرب و it doesn't mean انني انا اذا كنت كندير شي حاجه دونك غادي تصدق ليك المهم تحاول تقرا اون ماكس اون يوتيوب اوف كورس بحال العاده 2 فيديوز ا ويك واخا مره اخرى ما بقيتش كنبوست لكم 2 فيديوز ا ويك مع راسي والله الا سمحوا لي ولكن I'll try 2 فيديوز ا ويك كس اون ستدي موتيفيت الناس فور ستادي غادي ندير هنايا فاميلي spend time with family يا ملاك واخا انا راه اي سبيند لوت اوف تايم غير بغيت كنأكد عليها عاوني في رمضان هيلب عافاك هيلب اس او اس هيلب اختي هيلب ماشي حيت هما كيديرو كلشي اللي انت باغا ديري والو شي المعن حليت واحد الجرح كبير يا ربي الحمد لله عندي اختي كناوبو انا وياها فهمتو داكشي كيوت باتاتي باتاتا وهي اصلا مولفة دونك هيلب ويت بريبريشنز راه ماشي بوب وحدة مكيات وراه تانتي كتاكلي المشكلة انا كندخل الكوزينة كنرونا وكنخرج بحال هادي والله الا كندخل كيقولوا لي اش كديري واقفه بحال هكاك بحال شي حمقه كنوقف كنبقى نشوف فيهم كنقول لهم شنو ندير دي نيفر انسر حيت دي ار ستريسد اباوت ات دونك راه كنبقى ندير فيهم بحال هكا كنحاول نهلبي كنصدق كفسا دونك ام لايك لا بدخلي احسن ليك ذيس از هاو ات لوكس ترى المهم صافي عليكم انا هاد الايديا قلت مثلا وخايفه عندك اور روم ديس اوكي قلت زعما ندير مثلا تحت بحال هكا شي كاز فيها بحال كاينه واحد واحد باش انا ندير تحت هذا خاوي بغيت نعمرو بشحال ادوات مثلا نقدر ندير مثلا شي تشيك تيبل بحال مثلا ندير شي طابلو هنا ونبقى نتشيك فيه زعما الاشياء اللي يمكن نديرهم كل نهار ولكن دابا انا كنفكر اي ماي روين ذس اوكي خلي قلم ولا عارف فاش فكرني شوف واش فكرني من الحياه نديرو 30 نهار ياكو انا قررت ناخذ شي وحده هنا مثلا بري تراويح صلاه الفجر نقرا ديال اس 2 نقرا سبنو اليوم drink and coffee don't drink coffee work out wake up early sleep early skincare لا skincare بلا ما ندير اصلا كنديرها وصافي هادو اللي غادي نحددهم دونك شنو فهمتي ولكن يا ربي خصنا نتينك اوف هاد السادة بكل ذكاء بون فينا وصلت الى هادشي هدا كرو بالموضوع بذكاء 30 هي 15 في كل جهة ناري شحال هادي مخدمتها ارانا ويفيت سكوت اوكي نقدر نزيد ديكاز قسمت هذا قسمته بحال هكا جريت جريت كيخصو بزاف ديال التخطيط وبزاف ديال العقل وبزاف ديال هذا حاولت ندير المجهودات ديالي الخارقه باش نحقق هذا الهدف النابل كيفاش غندير نشرح لراسي انا باش غادي نكون كنتشيك هادو كل كاز ديالاش سو ديك مثلا نكتب شي ارقام حدا كل وحده فيهم فهمتوني
المهم غادي نشوف بعدا شحال من كاز عندي. 11 12 13. اوكي غادي نختار 13 الاولويه ديالي مع الشهاده. غادي نختار الاولويه ديالي اللي هما كالتالي. غادي نحط تحتهم مثلا الرقم. اوكي اللي اختاريت هما pray تراويح, صلي الفجر, pray on time, learn زعما study for Easter, learn Spanish, عندك break your fast بالتمر, don't drink coffee, work out, فيق بكري, نعس بكري, دير سكين كير ديالك, post the reels, include زعما الفيديوهات في يوتيوب ديك اللعبات, و اخر حدا spend time with family. اذا عندكم شي جول بحال هكا اللي ما كتبتوش طاح السيلو, اللي ما كتبتوش انا وكنظن انه مهم خصني نذكره ولا نسيتو ولا المهم اقترحوا عليا other goals. باقي عندي البلاصه, باقي عندي الجهد. عرفتوا what I decided انني المهم جات لي الورقه تو بلاين صراحه. It's not our vibe ياكو. even though كنعرف نرسم as you can see, كنت كنعرف نرسم كنت نلقى لي دابا مشيت شي قد اخر. غادي نحاولوا نديروا رسمو حنايا ديزاين ديالو. غادي نحاول نرسم شي حاجه بحال هكا. if you can see or not, المهم انا في كنسي ولكن شي حاجه بحال هكا. I'll try to do it. المشكله ما كنعرفش نرسم نجمه. هاو ام اي سبوست تو انني نرسم هاد النجمه كاملين. مهم as you see this is how it looks في الاخر. is it good? I don't know. توقع لي هنا كنت كنكتب داك الشيء وكان عندي في يدي بحال هكا نوريكم. you see وحطيت على يدي. it doesn't look that bad but it's good صراحة. I'm impressed بس المهارة ديالي. عاد رسم نجمة واليوم اكتشفت انني مش رسم نجمة اللي كنت هو اللي يمكن لي رسم النجمة اللي كاينة في المغرب نحيد دوك داكشي اللي كاين في الوسط. ولكن it took me time. المهم هادو الناجحين هادو الفاشلين هادو قبل ما نكتشف هاد الفاكت هادي. but it's okay. اذا فهمتوش الفكرة ديال الطابلو هذا هو بيسكلي غنبقا نخدم مثلا الشيفات غنبقا نوعهم باش يبانو. وكل مثلا النهار الاولاني اذا درت رقم واحد زعما pray تراويح اول تشيكي غنلونها هادي اللونها وصافي. This is how it looks.